السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير. التغطية اليوم للتويوتا برادو فئة الديزل موديل 2022 وارد سعود بهوان. خليكم متابعين أعزائي المشاهدين لهذه التغطية للتعرف على المواصفات والأسعار. برادو ديزل تتوفر بفئة واحدة فقط اللي الآن أمامنا، فئة التي اكس. بالنسبة لمواصفاتها الخارجية، المصابيح الأمامية من نوع الهيلوجين، شبكة تهوية باللون الأسود بالكامل وعليه شعار تويوتا، بدون كشافات الضباب، الإطارات مقاس 245 على 70، أما مقاس العجلات 17 باللون الفضي. المرايا الجانبية سوداء وعليها إشارة الانعطاف، مقابض الأبواب سوداء بدون طلاء. طبعا فئة الديزل لا يتوفر عليها مساعد الركوب والنزول الجانبي. وهذه خلفية البرادو ديزل، تصميم الإضاءات الخلفية، التصميم كباقي الفئات، بصمة فئة التي اكس، جناح على الزجاج الخلفي، إطار السبير الاحتياطي علاق، والإطار عليه غطاء خاص، الصدام عليه كشافات الضباب بدون مواصفة حساسات الركن الخلفية. طبعا الباب الخلفي على برادو يفتح بشكل عرضي بهذه الطريقة. على فئة الديزل الصف الثالث من المقاعد ملغي. بشكل عام هذه الفئة ليست مخصصة للعائلات بل مخصصة لاستخدام الشركات. هذا منفذ الطاقة 220 فولت 100 واط، ما شاء الله المساحة واسعة. طبعا فتحات التكييف ملغية، منطقة التحميل لها إضاءة صفراء. محرك هذه الفئة مكون من 4 اسطوانات توربو ديزل بسعة 2800 سي سي 2.8 لتر. هذا المحرك يولد قوة 201 حصان والعزم 500 نيوتن متر. يتصل هذا المحرك بناقل حركة اوتوماتيكي من 6 سرعات، وهذه المركبة تعتمد على نظام الدفع رباعي 4 ويل درايف. وكما تعودنا على التويوتا برادو مساعدات رفع البونيت تلقائية. بالنسبة لمعدل استهلاك الوقود، اللتر الواحد من الديزل يقطع مسافة 14 كيلو 100 متر، والتقييم ممتاز، وسعة خزان الوقود 150 لتر. مستوى راحة الركوب على تويوتا برادو يعتبر جيد جدا. وبالنسبة للمساحة مثل ما تشوفون، هذه هي المساحة بيني وبين مقعد الراكب الأمامي، المساحة تعتبر جيدة. هذا هو تصميم الجيوب خلف المقاعد الأمامية. بالنسبة للمواصفات، فتحات التكييف موجودة لركاب الصف الخلفي. عندنا هنا منفذ اليو اس بي ومنفذ التايب سي لشحن الهواتف، بالإضافة إلى منفذ طاقة 12 فولت. تنجيد المقاعد من قماش الموكيت، نوعية التنجيد ممتازة جدا. وهذه هي التكاية، التكاية عليها حاملات الأكواب. بالتأكيد المواصفات محدودة بحكم أن هذه الفئة من فئات الستاندر. ثلاث مساند للرأس لركاب الصف الخلفي، والإضاءة الداخلية صفراء. مقعد ساق بتحكم يدوي، والمقعد يتوفر عليه وسادة لراحة الظهر بتحكم كهربائي. ومقعد الراكب الأمامي أيضا بتحكم يدوي.
أسمعكم الآن صوت تشغيل التويوتا برادو ديزل، وطبعا تشغيل السيارة عن طريق المفتاح. بسم الله. طبعا السيارات المجهزة بمحرك الديزل من الصعب أن نحكم على مستوى العزل فيها. بالنسبة للمواصفات الداخلية، عجلة القيادة عادية بدون تلبيسة مع تطعيمات باللون الفضي. هذه أزرار التحكم بالجهاز السمعي مع الرد على المكالمات عن طريق البلوتوث. تصميم عدادات التويوتا برادو، السرعة القصوى 200 مع شاشة معلومات تتوسط العدادات. عليها وضعية الجير، قياس درجة الحرارة الخارجية مع عداد الكيلومترات. وهذه الشاشة الملونة اللي تعمل باللمس، مقاس 7 إنش. طيب، محتويات هذه الشاشة: اتصال الهاتف بالشاشة عن طريق البلوتوث، اختيار موجات الراديو. طبعا هذه الشاشة مزودة ببرنامج الأبل كار بلاي وبرنامج الأندرويد أوتو، مع اتصال هذه الشاشة بالجهاز السمعي المكون من 6 مكبرات صوت. بجانب الشاشة موجود منفذ اليو اس بي. أتوقع برنامج الأبل كار بلاي وبرنامج الأندرويد أوتو يشتغلون عن طريق السلك. على فئة التي اكس ديزل، التحكم بالتكييف اوتوماتيكيا. طبعا درجة الحرارة راح تكون موحدة وليست مستقلة كباقي الفئات. الديكورات باللون الفضي، وخلف هذا الغطاء عندنا مساحة للتخزين. مجموعة مواصفات اسفل سعة التخزين. عندنا اختيار وضعيات الدبل، الدبل الثقيل او الدبل الخفيف. قفل الترس التفاضلي الوسطي. عندنا مانع الانزلاق تراكشن كنترول. انطلاق الجير بالنمرة الثانية ومساعد نزول المنحدرات. وأسفل هذا الغطاء حاملات الأكواب. جير سير أوتوماتيك من 6 سرعات. عصا الجير مكسوب الجلد والجير قابل للتبديل مانيول. مكابح التوقف يدوية هاند بريك. عندنا منفذ طاقة 12 فولت. مساحة نحط عليها العملات المعدنية. وهذه هي السدة، طبعا السدة بدون الثلاجة على فئة التي اكس ديزل. بالنسبة لمواصفات السلامة، على فئة التي اكس ديزل تتوفر وسادة هوائية للسائق مع وسادة هوائية للراكب الأمامي. طيب أكمل باقي المواصفات. عن يمين السائق، مواصفة تسريع تسخين المحرك أثناء التشغيل الأول. هذه من المواصفات المهمة على محركات الديزل للمحافظة عليها. مثل ما تشوفون إضاءات أزرار التحكم باللون الأزرق. المواصفات عن يسار السائق، عندنا التحكم بمستوى ارتفاع المصابيح الأمامية مع التحكم بالمرايا الجانبية. بحكم أنها فئة الديزل، بعض المواصفات غير متوفرة. عندنا هنا التحكم بشدة إضاءة العدادات مع تصفير عداد الرحلات. أما على باب السائق، فتح وإغلاق النوافذ، جميع النوافذ يفتح ويغلق بلمسة واحدة مع التحكم بالأقفال. والمرايا الجانبية قابلة للطي كهربائيا. المواصفات الموجودة بالأعلى: مرآة الرؤية الخلفية عادية. هذا بيت نظارة عليه مرآة لمراقبة الركاب بالخلف. الإضاءات الداخلية صفراء. هذه شماسة السائق عليها المرآة مع إضاءة صفراء موجودة في السقف. ونفس الأسلوب على شماسة الراكب الأمامي. وبالأخير هذا هو الدرج الأمام الراكب الأمامي. هذه كانت مواصفات تويوتا برادو فئة التي اكس ديزل موديل 2022 وارد سعود بهوان. الأسعار المذكورة الآن هي شامل الضريبة المضافة. 18,533 ريال عماني، أي ما يعادل 181,210 ريال سعودي، أي ما يعادل 48,200 دولار أمريكي. ويشمل هذه المركبة ضمان لمدة 3 سنوات أو 100,000 كيلومتر، أيهما يأتي أولا. هذا هو مفتاح التويوتا برادو ديزل، الفتح مع الإقفال. لكل من يشاهد قناتي للمرة الأولى، اشترك في هذه القناة. القناة تتميز بالعديد من التغطيات اللي راح ترضيكم إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، لا تنسوني من اللايك. اللايك حمسني للاستمرار.
أتمنى أن أثبتكم هذه التغطية للتويوتا برادو ديزل موديل 2022. تحياتي لجميع المشاهدين، أخوكم ياسر الفارسي.